السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل جدا، بيعمل ايه دلوقتي؟ في مواقع وفي برامج وفي تطبيقات وحاجات كتير قوي بتعمل لك تكست وبتعمل لك الصور من خلال الذكاء الصناعي. الموقع ده بقى بيعمل ايه؟ بيكتشف لك السرقة او بيكتشف لك هل الصور والتكست ده اتعمل بواسطة ذكاء صناعي، ويقول لك دي اتعملت بواسطة اني اداة. يعني على سبيل المثال تكست ديتكشن، بتدي له اي تكست يقول لك والله ده اتعمل بالذكاء الاصطناعي، نسبة الذكاء الاصطناعي اللي اتعمل 99.9، تحس كده ان هو داخل الانتخابات في الدولة العربية. تمام، تغير اي كلمة او تاخد اي حاجة من حاجة تانية فممكن النسبة تتعدل. ايمج ديتكشن برضو، اي صورة عندك شاك فيها بترفع له الصورة تعمل له ابلود، هو يقول لك هل الصورة دي معمولة بالذكاء الاصطناعي ولا دي صورة حقيقية. الاداة دي مهمة جدا نستخدمها سواء على السوشيال ميديا او في الصحافة، لان في حاجات كتيرة جدا بتنشأ وانت متبقاش عارف مصدرها ايه، او عارف مش عارف هل هي صورة حقيقية ولا لا. فبكل بساطة بتدخل على اللينك، اسيب لك اللينك اسفل الفيديو، وتقول له ابلود وترفع الصورة، وهو يبدأ يقول لك هل الصورة دي اتعملت بالذكاء الاصطناعي ولا دي صورة حقيقية. طيب دي صورة اللي هي اتعملت، واعتقد انها صورة حقيقية مش مفيهاش خدع ولا حاجة خالص. قال لي زيرو. طيب تعال نقول له ابلود، مش فاكر عن الصورة معمولة بالذكاء الاصطناعي ولا لا. هو هنا هيقول لك يحتمل انها معمولة بأني برنامج 99%، وغالبا هي معمولة بالديل او الـ AI جنريت. هي فعلا معمولة بالديل اي اللي هو بتاع اوبن اي اي. قال ان هو اكيد مش من جولني، هو اكيد من ديل اي و AI جنريتد. فيعني الموقع نقدر نجربه، احنا مطمنين الموقع ممتاز جدا يعني.